السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس العلمي لمدارس المتميزين والمتميزات. نكمل وياكم المحاضرات. اليوم محاضرتنا اليوم عن الكونجيجيت نمبر اللي هو مرافق العدد المركب. راح نشوف شنو المرافق وشنو الخواص مالته. يلا تعال. كونجيجيت نمبر هو العدد المرافق العدد المركب. Conjugate for the complex number. هذا عندي complex number. C اسمه A زائد B I. هو هذا. شنو الconjugate مالته؟ Is هذا رمز C داش أو C فتحة. رمز A minus B I. ها شنو اللي اختلف؟ هو هذا العدد وهذا الconjugate مالته. الريال بارت يبقى نفسه. الإيماجينري بارت تغير إشارته. إذا هو موجب يصير سالب، وإذا هو سالب يصير موجب. يعني هذا العدد هذا الكونجيجيت مالته، وإذا هو هذا العدد هذا الكونجيجيت مالته. ها معناه هو نفس العدد عكس إشارة الإيماجينري بارت. إذا موجب يصير سالب، وإذا سالب يصير موجب. ولا تشتبه ويا النظير الجمعي الأكتيف إنفرس. النظير الجمعي شنو؟ تتغير الريال بارت والإيماجينري بارت، اثنيناتهم يتغيرون سوية، تتغير إشاراتهم. أما الكونجيجيت نمبر لا، بس الإيماجينري بارت. حلو أستاذ، عاشت إيدك. يعني واضح، أنا بخلي لك التعريف هنا باللغة العربية. مرافق العدد المركب هو نفس العدد المركب عكس إشارة التخيلي، يعني الإيماجينري بارت. استاذ اعطينا امثله، مو تدلل. شلون ما اعطيك امثله؟ تعالوا وياي. 5 minus i is conjugate to number 5 plus i. طبعا هذا هو الكونجيجيت مال هذا. واذا قالوا لك هذا خل اكمل لك اياها. And the inverse is correct، والعكس صحيح. يعني هذا الكونجيجيت مالته هذا، وهذا الكونجيجيت مالته هذا، عكس اشارات الايماجينري بارت. أعطيك بعد مثال. إذا I شنو الإيماجينري العفو الكونجيجيت مالته؟ هو نيجاتيف I. وإذا نيجاتيف I شنو الكونجيجيت مالته؟ I. زين. إذا 7 شو تقول؟ راح أخفي لك إياها، ما أشوفك إياها. شو تقول؟ لأن بيها لعبة هاي، ها؟ إذا هو 7 شنو الكونجيجيت مالته؟ فنك إذا عرفتها. ها مصور نعرفها هم قال لي 7. هاي شنو هاي؟ شو ما تغير شيء. يعني 7 هو نفس الكونجيجيت مالته يبقى 7. ليش؟ شو تقولون؟ ليش؟ طبعا هو 7 ريال بارت مو ايماجينري. هو اللي يتغير يا هو اللي بي اي تتغير اشارته، هذا ما بي اي. فالكدير بالك فال7 شنو الكونجيجيت مالته؟ هم 7، وال3 3 وال5 5، لان هذا يعتبر ريال بارت مو ايماجينري بارت، فيبقى نفسه. دير بالك من هاي السالفه. هسه هنا عندنا مجموعه بروبرتيز اوف كونجيجيت نمبرز، مجموعه من الخواص للكونجيجيت للمرافق. شنو هاي الخواص؟ خلي احكي لك اياها. اول خاصيه انه الكونجيجيت يتوزع على الجمع. استاذ هو شلون تجي الاسئله علي هذا الخواص؟ شنو نحفظها؟ لا لا مو تحفظها. هسه ان شاء الله المحاضره الجايه راح ينطيني امثله سي 1 وسي 2 يقول لي حقق لي هاي الخاصيه وتجي منها وزاري. ينطيني سي 1 وسي 2 بالارقام ويقول لي سوي لي الخاصيه الثانيه، ويقول لي اثبت لي الخاصيه الثالثه، اثبت لي الخاصيه الخامسه، اثبت لي الخاصيه وهكذا. يعني ينطيني عليها امثله. ان شاء الله هاي المحاضره القادمه راح ناخذ مثال على كل خاصيه ونشوف شنو اجى وزاري وشنو موجود بالكتاب شنو موجود بالتمارين. زين، اول خاصيه انه الكونجيجيت يتوزع على الجمع. الكونجيجيت يتوزع على الجمع شنو معناها؟ ان شاء الله بالمحاضره الجايه بالامثله راح نبرهن هذا الشيء. من نجمع عددين مركبين وبعدين نسوي لهم كونجيجيت يطلع نفس الناتج. لو سويت كونجيجيت لكل واحد وبعدين جمعتهم يطلع نفس الناتج. بالامثله راح تبين اكثر. إذن الخاصية الأولى الكونجيجيت يتوزع على الجمع. الخاصية الثانية الكونجيجيت يتوزع على الطرح، الطرح كذلك. الخاصية الثالثة الكونجيجيت يتوزع على الضرب. هم يتوزع على القسمة؟ نعم هذا. هماتين يتوزع على القسمة. زين، وبعد كمل الخواص.
السي دبل كونجيجيت هاي شنو هاي يا ستار؟ السي دبل كونجيجيت طبعا اذا انت تسوي له كونجيجيت وبعدين تسوي له كونجيجيت مره ثانيه ترجع الاصلي. شنو استاذ ما افتهمنا هو شنو ما افتهمت هي شو رادلها 3 بلاس 4 اي سوي له كونجيجيت سوينا له شو يصير 3 ماينس 4 اي سوي له كونجيجيت مره له 3 بلاس 4 اي شفت رجع نفس الاصلي. يقول لك الكونجيجيت اذا مرتين دبل كونجيجيت يرجع الاصلي. طبعا هاي سهله استاذ هاي سهله استاذ ما يراد لها وضحت الفكره استاذ ما يحتاج زين. بعد الخاصيه الخامسه خل احكي لك على الخاصيه الخامسه. الخاصيه الخامسه يقول اذا سي هو اي زائد بي اي اي شكو زين اذا نضرب السي بالكونجيجيت مالته شو يصير؟ يصير اي سكوير بلس بي سكوير. شنو هاي ثابته؟ ثابته مربع الجزء الحقيقي زائدا مربع الجزء الخيالي. وهاي كلش هواي راح نستفاد من عندها وكلش هواي راح نستخدمها. انا قلت لك بعد شوفها سي في السي كونجيجيت يساوي سي مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء الخيالي. استاذ احكي لنا عليها شويه بالتفصيل مو تدلل. شوف شلون افسخ لك اياها اني هذا قدامك. تعال تعال احكي لك اياها بالتفصيل لان هاي كلش مهمه وهواي نحتاجها وهواي راح صادفك بهذا الفصل. اذا هو العدد المركب سي متكون من اي زائد بي اي اي من نضرب العدد بالكونجيجيت مالته مربع الجزء الحقيقي اي سكوير زائدا ثابته مربع الجزء الخيالي ودير بالك بدون اي. هاي صار مليار مره نحكيها يابا الجزء الخيالي بدون اي الجزء الحقيقي والجزء الخيالي. الخيالي بدون اي يسموه الجزء الخيالي. فالسي في السي كونجيجيت يساوي اي تربيع زائدا بي تربيع مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء الخيالي. خليها لازقه بلسانك مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء الخيالي مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء الخيالي. ومو تنسى مربع الجزء الخيالي بدون اي زين. باو حتى مسوي لك اياها ملاحظه ملاحظه مهمه. اي عدد مركب في مرافقه ها مربع الجزء الحق كاتب اني مربع الحقيقي هو اقصد به مربع الجزء الحقيقي زائدا مربع الجزء التخيلي. هاي راح اكتب لك اياها مربع الجزء الحقيقي زائدا مربع الجزء التخيلي او الخيالي. شوفها 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 بالامثله شوفها بال شوف القاعده مالتها شوف القاعده شوفها شوفها اي زائدا البي اي في الاي ماينس بي اي شنطيني بالمباشر ينطيني بالمباشر اي سكوير بلس بي سكوير مربع الجزء الحقيقي زائدا مربع الجزء الخيالي. زين استاذ مال هذا العدد لو مال هذا العدد؟ اذا مال هذا العدد واضحه اي سكوير زائدا الجزء الخيالي بي سكوير. لو مال هذا العدد لان مال هذا العدد هذا الاي واضحه بس هذا سالب بي شلون؟ هو نفس الشيء البي تربيع ولا سالب بي تربيع نفس الشيء يعطيك نفس الناتج. اقول لك 2 تربيع ايش قد؟ 4 سالب 2 تربيع هم 4 فلا تخوفك هاي السالفه فماكو اشكال اخذ البي بدون اشارات عادي ماكو اشكال. فشنطيني ينطيني الاي تربيع زائدا بي تربيع. زين استاذ ليش ما احله بالتوزيع؟ عادي واذا حلته بالتوزيع هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا وهذا هم راح تحذف راح توصل الى نفس الجواب. خواني احله بشكل سريع مباشر عندي امتحان وعندي وقت ايش ما تكون اجاباتي اسرع واسهل احسن اروح على شغله طويله لو اشرح على الشغله المباشره والسريعه وحلوه وسهله وبسيطه مو صعبه مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء الخيالي. استاذ اعطينا مثال اقوى اكثر مو تدلل باو هاي مثاليا. شوف find the result of 3 plus 4i باع الكونجيجيت مالته في 3 minus 4i اذا تحله بالتوزيع هو يعطيك نفس الناتج وبالقالب المباشر دائما نستخدم هذا. هذا يسهل لك هواي امور احسن من التوزيع تتاخر. فايش راح يصير؟ مربع الجزء الحقيقي 3 تربيع 3 تربيع 9 زائدا ثابته دير بالك زائدا ثابته
مربع الجزء الخيالي، جزء الخيالي بدون اي اللي هو الفور بدون اي. فالفور سكوير شنطيني ينطيني 16. الله 9 بلس 16 ايش قد يعطيني؟ 25. اذا تحله بالتوزيع يعطيك نفس الناتج، واذا تحله بالمباشر ماكو اي اشكال. مربع الجزء الحقيقي زائدا مربع الجزء الخيالي. شوف اذا تاخذ الفور سكوير 16 واذا تاخذ النيجاتيف 4 سكوير هم 16، فلا تخوفك هاي السالفه. فانت روح على هذا الموجب، اخذ ال 3 وربعه واخذ ال 4 وربعه، دير بالك بدون اي. استاذ دائما تعيد هاي السالفه، طبعا بدون اي شغله مهمه مو ياثر على الناتج. زين هذا السؤال الثاني. سكوير روت 2 بلس 5 اي في سكوير روت 2 ماينس 5، ايضا عدد مركب بالكونجيجيت مالته، او هذا العدد وهذا الكونجيجيت مالته. خلصنا ما عندنا شيء، بس هاي وتخلص محاضرتنا. بس وضحنا شنو الخواص شنو الكونجيجيت. يلا تعال مربع الجزء الحقيقي تريد تكتبها هيك مربع، تريد تقول استاذ اريد بالمباشر اثنين. حتى هذا اقدر اكتب 3 تربيع بلس 4 تربيع، كيفك تريد تكتبها لو تريد قبل ما ياثر. هماتين 9 ب 16 ماكو اي اشكال. مربع الجزء الحقيقي سكوير روت 2 تربيع هذا 5 سكوير، هذا 5 سكوير. تريد تقول مباشر عادي، سكوير روت تربيع جذر في نفسه، طبعا يعطيك الرقم بدون جذر، من الخواص جذر في جذر ينزل الرقم بدون جذر. سكوير هو شنو الضرب؟ هو التربيع معناه اصله ضرب. سكوير روت 2 في سكوير 2 يعطيك 2. زين 5 سكوير 25، هذا بالامريكي 25 بالبريتش 20 25، 2 بلس 25 27. ما عندنا شيء. هاي ان شاء الله راح تكون بالمحاضره القادمه، حكيت على الكونجيجيت والخواص مالته. ان شاء الله المحاضره الجايه راح ناخذ امثله ونطبق عليها الخواص ونشوف شنو الموجود من امثله عن هذا الموضوع والاسئله الوزاريه اللي اجت على هذا الموضوع. نلتقيكم بالمحاضره القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.